صور الموقع وأصدقاء حميد المهدوي من مدينة الأحرار، مدينة الأبرار، مدينة الشرفاء، عبد الكريم الخطابي، موقع بديل يرد على عزيز أخنوش اللي عماه الله وزغبوا الله وبشدع المهدوي ودعا موقع بديل ودعا خالد الجامعي أيقونة الإعلام المغربي، وهذا شرف عظيم وعظيم جدا أنني نكون في ملف مع السي خالد الجامعي. فهاد الرجل هذا فطر واحد النهار مع الملك كما قال السي زيان وصافي صحاب له ولا حاكم البلاد وبغى يدير الشعب المغربي في جيبه. فبعد قليل المغاربه غتشوفوا اولى حلقات طرت على هاد الرجل هذا، وكتعرفوا دائما الموقع بديل كيدير الحلقه وكيدير الخاتمه وكتكون طويله، فلاول مره ما غتكونش حلقات بخاتمه، غتبقاو في اليوم الاخر. ترقبوا غتكون سلسله حلقات، لان هاد الرجل هذا بحال القرع في مضربتيه كيسيل الدم ديالو. هاد الرجل تعدى على الشعب المغربي، على المال العام ديال الشعب المغربي، وغنوريكم هاد الشيء فين ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نردوا عليه وغنطرحوا اسئله. واش هو اللي دار هاد الشكايه ولا كاين شي واحد من وراه، وما هي خلفيه هذه الشكايه؟ فترقبوا المغاربه. من بعد واحد فات شويه ساعه نص ساعه ما عرفتش فوقاش يقدر يكون، المهم غير شويه غادي تشوفوا اولى القنابل ديالنا واولى القذائف اللي غتكون على عزيز اخنوش اللي كما قلت بغى يتبورد وبغى يدير الشعب المغربي في جيبه. من بعد ما شبع فلوس، شبع ثروه، فطر مع الملك وتصاحب مع الملك محمد السادس، صافي ولا كيبان له كي الصحافه كي البي جي دي بلوكي الحكومه كي كلشي كلشي عنده صحيح. وحنا كنقولوا له والله حنا ما حيت قصير وغادي يكره النهار اللي فكر يدعينا، ماشي لحقاش حنا ضد القضاء، لا ما يمكنش دير لي فيها بطل وانك نزيه، وانت كما قلت بحال القرع في مضربتك تسيل دمك، انت معروف ما عندك، ما تناقش معايا في النزاهه السياسيه ولا غتثبت لكم واش هذا نزيه سياسي ولا ماشي نزيه، واش ذمته الاخلاقيه الماليه نظيفه ولا ماشي نظيفه، واش اهل باش تمشي معايا للقضاء ولا ماشي للقضاء. فترقبوا المغاربه هذه الحلقه الجميله والرائعه والمثيره، وشكرا عزيز اخنوش، والله يكرمك والله يسهل عليك كما برعتينا بهذه المتابعه فهاد الايام هذه، فشكرا لك والله يجعلها في حسنات ديالك والله يجعلها مغفره لديك الذنوب ديالك مع الشعب المغربي. شكرا لكم، وترقبوا هذه الحلقه الزوار ديال الموقع واصدقاء حميد المهدوي وموقع بديل.